الأرض عامة فاضت من المخلفات اللي يمكن بيتركها الإنسان من حاجات صناعية كتيرة جدا. فإحنا متعودين دايما على الطلبة في مصر إن هم عندهم أفكار استباقية أو أفكار مختلفة عشان يحلوا المشاكل اللي بيواجهها، سواء الجو، الكوكب بشكل عام. ففي مجموعة من الطلاب قدروا ان هم يطوروا مشروع عبارة عن ماكينة لجمع المخلفات البلاستيكية وتحويل قيمتها لأموال المواطنين او مميزات تانية عشان يشجعوا المواطنين ان هم يعني يروحوا ويحطوا المخلفات دي ويتم إعادة تدوير هذه المخلفات وتدوير البلاستيك، بالتالي يتم الحفاظ على البيئة. هذه الماكينه اللي بنعرضها قدام حضراتكم دلوقتي عباره عن جهاز بيشبه ماكينه الاي تي ام بتاعه الفلوس، وبيخلي طبعا شكلها مميز زي ما انتم شايفين، سهل التعامل معاها. عايزين نعرف تفاصيل اكتر. معانا على التليفون دكتوره لمياء عبد الله، استاذ هندسه البيئه والمشرف على هذا المشروع. يا دكتوره صباح الخير. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير استاذ غسان، صباح الخير على حضراتكم وعلى كل مشاهدي. صباح الخير يا مصر. يا اهلا بيك يا فندم. احنا يعني سبب اختيار هذا الشكل يعني حاجه كلنا بنفرح بيها، يعني هي مصدر سعاده بالنسبه لنا الاي تي ام الفلوس. سبب اختيار هذا الشكل وفكره المشروع اصلا جت ازاي؟ يعني عايزه بس ابدا اوضح لحضراتكم ان المشروع الاي تي ام بلاستيك ضمن 16 مشروع تم عرضهم في الملتقى البيئي السادس لمعهد اسكندريه العالي للهندسه والتكنولوجيا. الملتقى كان تحت عنوان دور الهندسه نحو بيئه ذكيه ومستدامه. فده دور الرئيسي للهندسه. جميع المشاريع بتحقق هدفين رئيسيين من اهداف التنميه المستدامه العالميه. بتحقق الهدف رقم 13 اللي هو الكلايمت اكشن، ايه الاكشنز اللي احنا هناخدها لمواجهه التغيرات المناخيه. وبتحقق الهدف التاسع كمان اللي هو الاندستري اند انوفيشن اللي هو الصناعه والابتكار. كمان المشاريع بتحقق الهدف او اهداف مصر فوقيه مصر 2030. مصر يمكن اعلنت كوب 26 اللي تم في شرم الشيخ، ثم أضافت كمان على كوب 27 اللي تم السنة دي في دبي، أكدت التزاماتها الوطنية تجاه تقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري. فاللي هي مسببة أيضا للتغيرات المناخية التي يشهدها العالم كله. فالانبعاثات الموجودة على مستوى العالم بتخرج مينلي من حاجتين رئيسيتين. بيخرج من ثاني أكبر كمية من ثاني أكسيد الكربون الكمية الرئيسية، يليها من غاز الميثان. غاز الميثان وثاني اكسيد الكربون جزء بسيط، غاز الميثان بشكل اساسي بيجي من تحلل النفايات البلاستيكيه، المخلفات البلاستيكيه اللي هي بيتم تقريبا 50% لا يتم التخلص منها، بيتم القائها مثلا على الشواطئ على المسطحات المائيه. فبتتفاعل مع حراره الشمس بتبتدي طبعا ليها اضرار، تتحلل او صعبه التحول، بس بيخرج منها غاز الميثان اللي هو من احد الغازات الدفيئه المسببه للاحتباس الحراري. من هنا جت فكره المشروع اللي حضرتك بتكلمني عنه اللي هو اي تي ام البلاستيك. طريق عمل المشروع كان من اربع اقسام هندسيه مختلفه، قسم هندسه الميكاترونيات، قسم الالكترونيات والاتصالات بالتعاون مع قسم هندسه الصناعيه وقسم الحاسبات. فال 14 طالب تم فريق عمل كبير تحت اشرافي كانت دي الفكره بتاعته. طبعا المشروع ليه تفاصيل هندسيه داخليه كثيره يعني هنقول، لكن بالنسبه لليوزر دكتور قبل ما ندخل فيها انا بس عندي تعليق بسيط قوي، انه انا عاجبني قوي الوعي اللي عند الجيل الجديد، ان هم دايما عندهم فكر انه انا هحافظ على البيئه او هعمل مشروع مش بس عشان انجح فيه او اخد درجات وخلاص، لا حاجه تكمل معايا واقدر ان انا افيد بيها غيري. فالنهارده دوركم انتوا كان ايه؟ يعني النهارده دور الدكاتره لرفع هذا المستوى من الوعي، خليني اقول المسؤوليه كمان، مش بس وعي، يعني مسؤولية هؤلاء الطلبة تجاه المناخ وتجاه الكوكب بشكل عام كان ازاي؟ يعني هل النهاردة انتوا بتشجعوا الطلبة ان هم يحققوا او ينفذوا هذا النوع من المشاريع، ولا يعني بتشوفي اختلاف عامل زي ما بين الطلبة دي والطلبة اللي عايزة بس تنجح؟ خليني اقول لا طبعا بنشجع زي ما حضرتك ما بتقولي، بدليل ان المشاريع ديت مين اللي بينفذها؟ بينفذها طلاب الفرقة الثانية. حضرتك على مستوى كليات مصر كلها، الجامعات الهندسيه وكليات مصر كلها الهندسه، المشاريع او المشروع معروف مشروع التخرج يتم في الفرقه الرابعه. احنا استحدثنا لقينا ان لا، ازاي مهندس يبتدي اول مره
في السنه الخامسه اللي هي الفرقه الرابعه، لكن دي السنه الخامسه بعد اعدادي هندسه في 4 سنوات، يبتدي اول مره يعمل مشروع التخرج في السنه الرابعه. فلقينا ان لا، في منتصف المده الزمنيه في الخمس سنين بعد سنتين ونص اثناء الفرقه الثانيه، يبتدي ان احنا نوجهه لعمل ميني بروجكت او مشاريع، ان هي وتبقى دايما المشاريع اللي احنا عاملينها في الفرقه الثانيه لازم تبقى تخص خدمه المجتمع وتنميه البيئه. ف بنحسهم جدا، بنوريهم نماذج كتيره مبتكره، بنوريهم ازاي بنخليهم يعملوا سيرش على افكار ثانيه احسن. يعني دي فكره مطوره من افكار، من يعني مشروع مش فكره احنا شرحنا جزء منها وهم طوروا الفكره، فلازم يبقى في عندنا البدايه ولازم يكون عندهم جزء من التطوير، زي ما حضرتك ما بتقولي ان في تطوير على، يعني لازم يبقى في عندهم وعي بيئي وحس ان هم لازم يشاركوا في المشكلات المجتمعيه ويساهموا في حلها. فكانت مكانه الاي تي ام نرجع ليها تاني، التعامل معها بسيط جدا بالنسبه لليوزر، بيجي اليوزر يضغط على زر الستارت عنده في الماكينه، بيبتدي يظهر له رساله ترحيبيه على شاشه ال سي دي صغيره موجوده، الموجوده قدام حضراتكم ديت على الشاشه. ثم تبتدي تقول له اتبع خطوات معينه، يبتدي ان هو ادخال الزجاجات البلاستيكيه يبتدي يدخلها. ثم بيبقى في عندنا بيبقى عطى اشاره داخليه طبعا مبرمجه ببرنامج الاردوينو على السيرفو موتور، ان هو يفتح الباب اللي هو مخصص لدخول الزجاجات البلاستيكيه. الباب نفسه مزود بسنسور علشان يستشعر اذا كان اللي داخل ده بلاستيك ولا لا، يعني ممكن واحد معدي عايز يدخل كان لا مش هيسمح بالدخول، ده في سنسورز عشان يسنس ان يتاكد ان الموجود بالداخل ده زجاجات بلاستيكيه، فبالتالي يتم يستقبلها ويبتدي يكمل البروسيس بشكل عادي، يدخل زجاجه في الثانيه في الثالثه، في سنسور اخر جوه اندكتد سنسور يبتدي يتحسس ان هناك ما فيش زجاج او حاجه خارجه ده بلاستيك، فيبتدي يعد، فيظهر في النهايه الشكل او عدد الزجاجات البلاستيكيه على الشاشه الخارجيه في الخارج. وبنس انه يدوس اليوزر على زرار الاند او نهايه الخدمه او نهايه المرحله اللي هو عاملها، بيبتدي الماكينه تطلع له ريورد او مكافاه او حاجه تشجيعيه بعده طرق. الطريقه الاولانيه احنا بنقترح ان لو كانت الماكينه موضوعه في مثلا مولات او موجوده في محطه مترو او قطار، فيطلع له قسيمه مشتريات، مثلا لو هناك مول يبقى عنده تخفيض مثلا بالسعر الفلاني. حلو جدا بالمشاركه طبعا مع يمكن المحلات اللي موجوده في المول ده، ممكن تشارك في الحاجات دي ولا لا؟ يعني بنفكر ان احنا نشارك طبعاً. كمان ان الناس تبقى عارفه او العارضين يمكن في المول ده يبقوا فاهمين انه في مسؤوليه مجتمعيه ومسؤوليه عليهم هم كمان ان هم يشاركوا. بالظبط بالظبط. فزي ما قلت لحضرتك بيبتدي دي الطريقه الاولانيه، يبقى هو اخذ الريورد بتاعته بشكل فوري. الطريقه الثانيه ان القسيمه اللي بنطلعها من المكنه عليها كيو ار كود، بيجي مش عايز تاخد الريورد بشكل فوري، بيجي على بسكان الكيو ار كود بتاعك بالموبايل، بيدخلك على موقع تم انشاؤه بواسطه طلاب قسم الحاسبات بالتعاون مع قسم الميكاترونيات عندنا، موقع اسمه فري ديمي، بندخل عليه بيدي بتدخل البيانات بتاعه اليوزر، بيدي بيطلب منك بس بياناتك وبيديك كود خاص بيك، باوشر كود، بيكون الباوشر كود ده تقدر تستخدمه ككود خصم لمشتريات، يكون على الموقع بتاعنا يكون عليه سبونسر من مثلا جهات عديده مثلا عامله عليه سبونسر، تبتدي مثلا من جهات عايز تعمل تاخد يعني في راعيين يكونوا موجودين بشكل دائم على هذا الويب سايت، فبحيث ان الناس اللي بتستخدم هذه الماكينه يقدروا ان هم يعني يشتروا مشتريات منه. في الحقيقه هي فكره هايله، وطلبه مصر دايما كده عندهم افكار احنا يعني بنقف عندها وبنبقى عايزين نسلط عليها الضوء عشان حتى غيرهم من الطلبه ياخدوا منهم، خليني اقول انسبريشن او وحي كده منهم عشان يعملوا زيهم. كل الشكر ليكي دكتوره لمياء عبد الله، استاذ هندسه البيئه والمشرف على مشروع تطور ماكينه لجمع المخلفات البلاستيكيه. كل الشكر ليكي.